ما تترعبش يا شادي، جمد قلبك بس ونط. بتنط انت الاول وشجعني. طيب انت عارف ان رانيا يوسف معانا وهتنط؟ رانيا يوسف وهتنط؟ يلا جمد قلبك بس ونط وانا وراك على طول. يا ابني المجنونه اسطى، اي حته على المنيب. بس جو ساقع شويه، هوا شويه، بس حلو. I'm very excited. أنا مبسوطة قوي، تجربة جديدة بالنسبة لي، حبها قوي، مش قلقانة من أي حاجة خالص، مبسوطة جدا، وحاسة إنها تبقى تجربة لطيفة في حياتي، إن أنا يعني أعملها مرة في حياتي. إحنا غالبا وصلنا. يا مامي استنونا بقى في التجربة، قربت جدا. النهاردة معانا الفنانة رانيا يوسف، واللي تصادف النهاردة هو عيد جوازها، ومعانا جوزها أستاذ طارق، وهناخده على جنب عشان يشاركنا معانا المقلب. يا أهلا. هلو 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 هلو. هاي شرفتينا. ثانك يو. حلوة. ثانك يو. بس هي مغيمة شوية، بس بس لا بس الجو حلو. منو الجو حلو قوي. الجو جميل الحمد لله. تمام. جاهزة؟ جاهزة. شور؟ I'm very excited. Very good. هو ده اللي احنا عايزينه. بس انت الانستراكتور الشهير. هلو هلو. هاي هلو. هاي سانتي ابرانيا. نايس تو ميت يو. هيوج ايجيبشن سيلبرتيز. يو ار جست سو بوبولار ان ايجيبت. يو نو اول ذا سيلبرتيز. يا ريتني كنت معاهم. It's my first time. Okay. So, this is why I need your help. How comfortable. What في الغزالة. 17,000 jumps under his arm. اديها القضية بقى يا سانتي. Later, a second tap is coming. Mm-hmm. That means now you have to open the parachute. المكان ده من الأماكن الوحيدة اللي في العالم اللي بيخليكي أنتي تتحكي. If you don't pull, all that I can do is just to close my eyes. Yeah. What is okay, coming? All right. Okay. Okay. I trust you. I trust you too. Yeah. Let's go. جاهزة؟ Yes. خش الهانجر. Yeah. اما نشوف فوق هتعملي ايه. نايس. اخر اغنيه بالنسبه لك ايه؟
مكالمة تليفون لأي حد تاني أي حد تاني حاجة عايز تشوف جوزي ده أنا لما قلت له قال لي جو هيد طبعا دي لطيفه جدا جو هيد طبعا هو مش هو اللي هيروح عايز يخلص مني جو هيد طبعا لا لا قال لي جو هيد وانا كمان عايز اجرب انط زي أيوة أيوة. ابطا ماشيه في الطريق ينام كده عشان كده رجل الفضاء تحس ان انت نازل على القمر يلا مشيت البطه للطياره والنبي ولا هتحاولوش يلا يا جماعه فين الطياره انتوا بتطوقوها ولا بتفولوا ولا ايه الطيار فين ايه ستارتنا دور يا اسطى دلوقتي اتعملت تيك اوف نقطه اللا رجوع خلاص مفيش اتس تو ليت انا دلوقتي مع جوزها ونتفق معاه ان هو يظبط لنا المقلب اللي في الاخر عشان بنموت فيه ونظبط كل الاسعاف يلا بينا السلام عليكم ازي حضرتك الحمد لله على السلامه الاخبار الحمد لله كله تمام كله خير احنا عاوزين بقى ايه في النزول ان شاء الله تبقى كل حاجه سالمه اوكي شادي هينزل الاول وهي بريتند يعني هيتظاهر بالموت وهندخل الاسعاف وكده هنعمل مقلب تمام ايه راي حضرتك تمام حاجه بس 10 ثواني 20 ثانيه كده نخضها وبعد كده نقول لها ان هو مقلب هي هتحضر الخضه دي تبقى نازله هتلاقي شادي قاعد على الارض تمام 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 ديل ديل اهو الرجاله اهو طب يا جماعه احنا قابلنا استاذ طارق جوز رانيا واتفقنا معاه ان احنا نعمل مقلب معاها وهو هيشارك بالتمثيل ان هو يلعبها شويه رانيا يوسف هتعمل اول بطه من الطياره في حياتها بص شوف مامي بتعمل ايه افتح الثلاجه بليز Something is wrong. Oh no. What's that? What's this?
وقفت بس لسه محافظة على ابتسامتها. How much is your weight? It's 65. All right, I hope it's enough. Because Captain, maybe we have a hard landing, eh? It is. The pilot is not very well. أستاذ طارق معانا تحت ها؟ أستاذ طارق جوزة معانا تحت يلا يلا. Is your friend? Your friend, they crashed. Hello? Yeah, 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 yeah. What is this? شادي انت شاد برد والله يا شادي قوم يا شادي انت بتدفع علينا هديه جوازكم على فكره هديه جوازكم على فكره انتوا طيبين انا حد يشتكي من اي حاجه يا جماعه انا هلف اهلا الدكتور خلاص جايز هنطلع انت طالع لي جايز عايزه تاني لازم يلا بينا انا يوسف كل سنه وانت طيبه الله اكرم قول لنا بقى ايه احساسك احساسي لطيف حلو جدا بسط بس الحقيقه يعني لا كنت عايزه ارجع في كلامي مع اول فتحه باب اول فتحه باب رعبتني لانه فرق طبعا الجوه وبره رهيب طبعا كنت بتقولي انك مضيفه فمتعوده على الطيران من زمان بس اول بس مره تركب الطياره والباب يفتح لا وغير كده الطياره دي طلعتها سريعه وقويه عشان صغيره عشان صغيره وبعدين ضيقه يعني حسب هو بقى يا جماعه ومكشوفه تحس انت هتدلقي فجاه وتبقى مقفول انت بره اصلا بالظبط بالظبط لا اصلا الباب اول ما بيفتحوا الباب اول مره طيار بيهزر كده بيهزر جامد انا ما كنتش عايزه اهزر بصراحه كنت عايزه ارجع في كلامي فتح الباب اول مره كنت هترجع كلامك انا اول مره قلت هو انا ينفع اقول لهم ارجع قالت ايه يا مامي يا مامي ولا بابي فظيع والجو ساقع جدا فوق والهواء بقى في وشك كده فبيخد الصوت حسيتي بالسحاب ميه وانت نازله حسيت طبعا طبعا انا يعني النازله انا ما شفتكش اصلا وانت نازل خالص لاني غمضت عيني ما بقاش عايزه اشوفك وانت بتموت مش بعيد عني هو فعلا مش عايزه اشوف طيب مع بقى فتحه الباراشوت اللي حصل لا احنا الاول احنا نزلنا الاول الوقفه اللي على الباب انا فضلت مغمضه الوقفه دي تمام انا كنت بقى في اللاوعي في اللاوعي خالص بقى موجوده بس المفروض الناس بتحب المنظر ده انت منظر مين يا جوجل ايرث كده مش وانت بتنط انت مجنون يعني بتعمل ايه لما نطيت بقى ما كنتش حاسه بحاجه خالص لغايه اما يعني اخدت الشوك بتاع السقع الاول حسيت ان وشي بيجري في كل حته مفيش كنترول وبعد كده لا لا تمام بقى خلاص بس بعد كده اول ما خبط لي على كتفي عرفت ان الدنيا امام بقى اوكي اللي هو ده فك ايدك رحت انا بقى طايره بقى وانبسطت بقى وبعدين لما قال لي شدي ولقيت البتاع طالع في ايدي قلت له لا انت بتهزر كده رحت خلاص وفكرت في ايه وقتها يعني فكرت ان ربنا هيحاسبني انا عملت كده ليه في نفسي طيب نزلتي هنا بقى اشتغلتوني انتوا بقى اشتغلني فوق وانتوا جوزي والله اوسكار والله
بس كانت حلوة يعني. أنا اتبسطت جدا جدا بكل حاجة، اتبسطت بالرحلة، اتبسطت بالمكان، اتبسطت بالكمباني، بالإكسبيرينس، بكل حاجة لطيفة. وسنتي طيبة وانت طيب ويعني شرفتينا بجد، وأنا كمان اتبسطت. الله أكبر. هلو، اتمنى ان ارجع اكمل اللقاء. ليتس جو. انا عايزه اتفاجئ. التجربة هتبتدي، هنشوف نجم فوق عالي ومش بعيد يسبلي. هنظبط ايه ماش، مقلب حرامية في الفن هيصوت ايه ماش، راكب طيارة ملهاش امان هعيط ايه ماش، اصل الباراشوت بتاعه فشان. هقول ارحمني يا اخويا، معرفش امي ولا ابويا، معرفش امي ولا ابويا، اصل احنا عيال مفترية ولا عمرنا شفنا